كيف تذكر نفسك للقيام بعمل ما؟ كيف تذكر نفسك للقيام بعمل ما؟ شو تسوين؟ الكالكوليتر على التليفون يعني. الملاحظات اللي موجودة ممكن تنبه. إذن دفتر الملاحظات أو المفكرة في الموبايل. خلينا نشوف. نعم موجود كتابة ملاحظة، لكنها جاءت ثاني احتمال. الاحتمال الأول إذا تعرفه نروح وياكم. شنو؟ كيف تذكر نفسك للقيام بعمل ما؟ ماذا تفعل؟ أكثر مرات يعني وراء الوجبة مثلا أقول أتريق وأروح هيك مكان. تتريق؟ إي مثلا وجبة أذكر نفسي بها. لا إي والله. يعني إذا تتذكر شيء تقول أنا وراء الغداء راح أتذكر شيء. إذا خلينا نشوف والله، يعني وجبة الأكل مثلا هيك.